السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير وبكامل الصحة والعافية. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيك بالتفاح والكريمة، كيجي رائع مع واحد الطبقة مقرمشة تستاهل تجربوها. كت يعني تحمر لك الوجه مع الضياف، وعلاش لا حتى لك غير انت يا وليداتك في الدار. دابا موسم التفاح، والتفاح موجود في الأسواق. كيكة سهلة وبسيطة ولذيذة وناجحة 100%. يلا ندوزو المقادير وطريقة التحضير بإذن الله. إلا كنتي أول مرة كتزوري القناة ديالي، فكنطلب منك أنك ديري أبوني أو اشتراك للقناة ولايكي والفيديو. ويلا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. واحد الكيكة بالتفاح ولا تورطة بالتفاح والكريمة كتجي لذيذة وراقية، ونقدموها للضياف إلا جاو عندنا ولا غير لينا حنايا في الدار اللي غادي نحتاجو فيها. غادي كتشوفو العبار بكاس الكبير اللي كنشربوا فيه الماء ولا العصير. غادي نحتاجوا فيه هنا 3 ديال البيضات، كاس كبير ما عامرينش كيف كتشوفوا، راه ما معمراهمش، مخلط الزبده والزيت عطاتني 170 غرام، كاس عنب عفوا كاس كبير ديال السكر سنيده ما عامرش اللي عطاني 190 غرام، وكاس ديال الحليب السائل اللي عطاني حتى هو 190 غرام. غادي نحتاجوا 3 كيس ديال خميره الحلوى، 3 كيس ديال السكر فانيلا، وكيس ديال جوج كيس ديال خميره الحلوى، والدقيق حسب الخليط، ولكن انا غادي نعبروا بهذا الكاس قدامكم. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي ديالنا، غادي ندير فيه 3 ديال البيضات، 3 كيس ديال السكر فاني، كاس مخلط الزبده وزيت مذوبه، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر سنيده، وغادي نحط لكم عاوتاني الكراماج في صندوق الوصف. غادي نخلط هاد المكونات مزيان وغادي نتلاقاو. كيف كتشوفوا الخليط ديالنا مني تخلط، دابا غادي نضيف له الدقيق، غادي نعبر بهذا الكاس قدامكم. واحد ندير انا زوج المره الاولى، لان كيولي عندك العبار في راسك ديال الكيك ملي كتخلطيها. درت جوج، غادي نشوف معاهم هذوك جوج كيس ديال خميره الحلوى، كيف كتشوفوا باقه جاريه، هو القوام ديال الكيك العادي. الكيس ها الكاس الثالث، ولكن ما غنديروش كامل في مره، نبقى نضيف بشويه بشويه، نقدر ما نكملوش كله، نهزل شويه. ثلاثة ديال الكيسان كاملين، هانتوما شفتو قدامكم. صافي، دابا غادي ناخذ مول ديالي فيه 26 القطر ديالو 26 سنتيمتر، وان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص على لي مول اللي عندي اللي كندير فيهم جميع انواع الكيك ديالي، وهذا وعد مني لكم. فان شاء الله الاسبوع القادم غادي ننزلو باش هكا تشوفوا معايا جميع انواع لي مول اللي كنخدم بهم. الكيك ديالنا غادي نفرغوا الخليط في المول على هذا الشكل، غادي نحطوه جانبا، وغادي ندوزو نجيبو الحشوه ديالنا ديال التفاح اللي غادي ونوجدو الكريمه اللي غادي نزينو بها الوجه ديال هاد الكيك. هاد الكريمه وهاد الحشوه غادي نزينو بها الكيك ديالنا قبل ما يدخل الفرن. غادي نحط على جنب ونمشي نجيب المقادير. كيف كتشوفوا الكيكه حطيناها على جنب، خدينا هنا 4 ديال التفاحات اللي حكيتهم وعصرت عليهم واحد العصره ديال الحامض باش ما يكحلش ليا. غادي نضيف ليه واحد الكاس صغير ديال هذا لو سكر ولا السكر الاشقر ولا السكر البني، هي تقريبا واحد 4 المعالق، جوج اربعه كنعرفوا هذا راه محلوش بزاف، وهذه الزياده ديال ام العربي.
وهنا ممكن مع هاد الحشوه هنا غندير الشوفان معسل ولا الخرطه المعسله راه كيتباع عند اللي كيبيع لوازم الحلويات، او ممكن ديروا غير الخرطه بحال هكاك، ممكن ديروا اللوز مهرمش، قرقع مهرمش، كوك يعني اللي بغيتو، لكن من الاحسن مع هاد الوصفه تيجي اللوز اللي مطحون بالقشره ديالو. انا عوضتو بالشوفان معسل او لا الخرطان معسل، ديروا الكميه اللي بغيتو. غادي نخلطهم مزيان بحال هكا كيف كتشوفوا، وغادي نوزعهم فوق الوجه ديال هاد الطرطه ديالنا. شي حاجه لذيذه وراقيه بزاف وكتقدم للضياف، يعني شي حاجه كيف كنقولوا الطوب. غادي نوزعها هنا كيف كتشوفوا، غادي ناخذ هذيك الحشوه ديالي وغادي نبدا نوزعها فوق من الكيك ديالنا. الا جاتكم الحشوه كثيره نتوما حاولوا تنقصوا، ديروا على حساب. المهم هذا القياس كيدار فيه ثلاثه تفاحات، وحاولوا نعصروا التفاح حيت كيبقى كيطلق لينا داك الماء، نعصروه منها صافي. دابا غادي نخليوهم ثاني على جنب وندوزو نوجدو الكريمه مع بعضياتنا اللي غادي نديرو فوق هاد الكيك ديالنا. هذا وقت التفاح فما نتردوش نديرو وصفات، نوعو في الانواع الكيك ديالنا بالتفاح. غادي نوجدو الكريمه مع بعضياتنا اللي غنحتاجو فيها 250 مللتر ديال الحليب السائل اللي غنديرو في كاسرونه، يعني ربع د الحليب اللي غنضيف ليها ثلاثه معالق كبار السكر سنيده، جوج معالق كبار د النشا، وثلاثة كيس ديال السكر فاني. غادي نخلط هاد المكونات، غنديرها كطيب حتى كتعقد لينا وغادي نطلقها. الكريمة ديالنا من بعد ما طابت وعقدت هانتو كيف كتشوفوا، دابا غادي نحاول نوزعها فوق هاد الكيك غير عشوائي، يعني عارف ما رميناها ماشي نقدوها على الوجه. صافي بحال هكا. دابا غادي كلمسه اخيره الا بغيتوها، ما بغيتوهاش هكا كتقدم ارقه، وصدقوني الا ما جربتوهاش هاد الكيك من بين الكيك ديالي ما جربتو والو البنات. صافي دابا اش غناخذ كاضافه اخيره، وهي شويه ديال اللوز إيفيلي من الفوق، يعني راه شي حاجه طوب البنات، فيها كلشي غنيه بزاف. صافي غادي ندخلها الفران دابا كطيب. الفران كندخل كيف دائما الفران بارد، كندخل الكاك ديالي نشعل عليه الا كان الفران ديال الضوء، انا غنطيبها غير فران الغاز دابا. الفران ديال الضوء 170 180، فران الغاز على درجه حراره متوسطه، ندخلها العافيه تكون على غير من الاسفل ديال المول حتى كطيب الكاك ونشمو ديك الريحه ديالها اللي غتعطي رائعه في البيت. ومن طيب من التحت وتنفخ غادي نطفو عليها لتحت ونشعلو الفوق تحمر ونخرجوها نقدموها بالصحه والراحه. هذه هي الكيكه ديالنا بالتفاح والكريمه، كتجي على هذا الشكل كيف كتشوفوا، كتجي طالعه واخا المول في 26 سنتيمتر، يعني الا بغيتوها تجيكم ناقصه وقليله يعني ماشي عاليه بزاف، ديروا مول ديال حتى سيروا 30 سنتيمتر باش تجيكم بحال اون طارت يعني قد هكا. هذه هي الكيكه من بعد ما بردات، هانتوما كيف كتجي داك لا كريم باتيسير ملي كنديروه عشوائي تجينا جهه طالعه جهه نازله جهه يعني بحال تموجات بالكريم باتيسير. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، وإلى عجبتكم كيف ديما ما تنساوش ديروا لي لايك الفيديو، اشتركوا بقناتي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد ديالي. نقطع لكم طريف تشوفوها كيف كتجي من الداخل، نقطع لكم طريف تشوفوها. انا وجدتها للضياف لانهم جايين عندي ضياف. وهكاك وغادي نقطعها لكم، معليش نحط لهم مقطعه
بغيتكم غير تشوفوا الكيك كيف كيجي من الداخل. هانتو الكيك روعه 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 روعه، الكيك رطب بزاف وهشيش ومفشفش، وهذيك الكريمه حتى هي تجي لذيذ بزاف. والتفاح ملي تينزل لينا شي حاجه في التحت كيعطي واحد المذاق رائع بزاف. عجبت الوصفه ديال اليوم، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بقناتي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.